مع زيادة عدد الخريجين سنوياً بات حصول الشباب على وظيفة ليس بالأمر اليسير، خاصة وأن واقع سوق العمل يكشف عن حالة من عدم التوافق بين ما يدرسه الطالب وما يتوفر من وظائف تكون في غير التخصص الدراسي، واقع قد يبدو محبطاً للبعض وملهماً للبعض الآخر. ما فيش مشكلة أنها تبقى مؤقتة يعني، لكن كفكرة أن أنا أشتغل على طول عامل في مصنع لا، لان انا ما درستش 4 سنين في كليه عشان خاطر ان انا اخرج اشتغل غير مجالي. الشغل مش عيب يعني، ما فيهوش تقاعد، بس انا معلش ادي لكل واحد حق. ما ينفعش مثلا تشتغل طول الشهر واجي اخر الشهر اقول لك معلش بقى، ما الشهر ده والله خد نص مرتبه. الشغل مش عيب بس عامل اي حاجه، بس اهم حاجه ان انا ما ابقاش شغال، اسمي شغال ما بقاش عاطل. انا مؤهل عالي ومعايا 3 شهادات، انا مش بعد ما اتعب واهلي يصرفوا عليا في 3 شهادات مش هينفع ان انا اشتغل كعامل. فيما يشترط آخرون أن تكون فرصة العمل ضامنة لحقوقهم بعد أن قلصت البطالة الخيارات أمامهم وأصبح التنازل عن تخصصاتهم مقابل لقمة العيش أمراً حتمياً. أي حاجة هشبط فيها عشان أنا متأكد أن أنا مش هلاقي حاجة، مش هشتغل بالكلية اللي معايا. موافق على أي وظيفة وشغل مش إيه، بس المفروض الحكومه تجيب لنا حق. يعني تروح تشتغل في اكتوبر يقول لك شغل 12 ساعه ويقول لك يوم اجازه في الاسبوع، طب وده اسمه كلام؟ ومع قله الوظائف لا يبقى امام الشباب سوى التفكير خارج الصندوق والرضوخ لمتطلبات سوق العمل بدلا من الجلوس على المقاهي والانضمام لطابور طويل من العاطلين. هشام الرباط، قناه العاصمه.